وهذه من اهداها الدكتور خليل بن صالح. شكون تحب تهديها دكتور؟ بيان سور هي اغنيه رومانسيه تكون كان لزوجتي والزوز بناتي اللي انا نشوف عندي مريم ومرام، ربي يحفظهم ان شاء الله. امين يا رب. وربي ينجحهم يعطيهم الوقت الطيب. اذا تحيه للمدام صالح مدام منى، وكذلك للبنتين العزيزتين على ابيهم. نواصل اذا الحوار. نذكر السادة المستمعين التحقوا بنا الان عبر موجات اذاعه الحياه الافهام، ضيفنا هو الاستاذ المبرز خليل بن صالح. ومش نواصل معك الحوار دكتور، نحن حكينا على البورت هذوما، تسكر البيبان هذوما، ربما باش نتنقصوا ربما بعض المشاكل. ماك تعرف انت المواطنين ولا الزوار يحب يجيو بكثافه، وفما مشاكل وقعت، وفما الكثير من الاطارات الشبه الطبيه ايضا يتقلقوا برشا، ربما اعتداءات ربما كذا. هذا هو يعتقد هو حل من الحلول باش تنقصوا هالمشاكل هذه. هو فما نقطة مهمة ياسر، وديجا نحكي مع الأطباء اللي معايا واللي يعاونوني والأطباء اللي ريزيدون، اللي هي حسن المعاملة نتاع المريض. لأنه علاش؟ إذا كان أنت تقوم بالواجب بون تعمل عملية وما تعملش كومينيكاسيون مع المريض، راهو ينجم ما يفهمكش، ينجم يتغشش عليك يلقى حاجة. لكن كيف يكون فما تواصل، وهذه الحاجة اللي نحبوا نزرعوها في الأطباء اللي معانا، تواصل مع المريض، نفسروا له الحالة. وراو المواطن راهو إني أجريسيف، مش هكيك، راهو أجريسيف ساعات خطره مش فاهم الوضع، أجريسيف مش عارف شنو المرض متاع قريبه، علاش لا قدر الله مثلا وصل للحالة هذيك، ما يعرفش من الأول شنو بالضبط عنده. دونك التواصل هذيك الحقيقة ينقص برشا من العنف، ينقص برشا من الضغط. لكن رغم ذلك تعرف انت فضول الانسان ساعات يحب يزور بكثره، والعشيه وفي الليل واللي هو ماهوش كل الاوقات اللي هو مش معقول. دونك هو كي يلقى امبورت فيرمي ينجم يحد هذايا من الزياره. والحقيقه ثم تعود، حسينا اللي العباد بدات تعود. وهذه رايي كما قلت لك، اهم حاجه هي التواصل مع المريض ومع عائلته، يتفهموا. راهو الناس كي تعاملهم بطيبه وباخلاق وبكلمه طيبه وتفهمهم وتكون قريب منهم ويشوفوك اللي انت عامل مجهود، الناس تتفهم. وحتى كي تقول له راهي مش وقت الزياره تو، يتفهمك لانه يعرف اللي انت باش تخدم ويعرف اللي انت باش تقوم بالواجب. هذا هو. دونك بالنسبه لي نحن كما قلت لك تحسين ظروف اقامه المريض، وهذا هو اللي باش نسعاو له ان شاء الله. نخليو المريض يكون في اقامه مريحه. داير قبل كما قلت لك خذينا اسره وخذينا هذوما المغربه نسميوها احنا اورتوبيديك، خذيناها باش تخلي المريض في راحه. وحتى السرير كان معناتها كلي فيه السورتات هذيك تنجم تطلع، وهذاك الكل راهو يعاون المريض في البريزون شارج نتاعو. توا زاد كيف ثم تعاون من اداره المستشفى والوزاره في تحسين الماتريال داير، وفما المجتمع المدني. انتم شفتوا، نحب نشكر ونوجه له تحيه سي بن عثمان اللي مازال كيخذ لنا اله متطوره لجراحه بالمنظار، معناتها توصل حتى ل 40 الف دينار الاله هذيك من ماله الخاص. هذا راهو تحيه زاده السي السبري، قبل كان عاوني برشا سي الحبيب، نشكره برشا، نحبه الشخص هذاك، راجل طيب برشا، عاوني برشا في المستشفى قبل والعديد من رجال الاعمال. لكن ديما نطمحوا باش نحسنوا اكثر المستشفى، وهذا كله باش يرجع بالنفع على المريض. وعلاش المريض المستشفى العمومي ما يلزموش يلزموا يداوى؟ انا نقول يلزم كل الالات المتطوره تتوفر للمستشفى العمومي باش يكون لا بريزون شارج، لانه العمده يلزم على السبيطار. نعم ان شاء الله على كل الهيبات هذه واللي دو من المجتمع، يعني من الناس ربي يبارك فيهم، ان شاء الله يقاوهم في ميزان حسناتهم يوم القيامه. اذا دكتور نعطيك سامحني كان قصيت عليك، مثلا جراحه معناتها الكونسير نتاع الكولون بالمنظار، سرطان القولون بالمنظار، وليت معناتها نخدموا فيها جديده هذه بالمنظار كامله. بالمنظار
واللي هي عندها نفع كبير، لانه المريض من بعد يقوم لجور مام الغدوة الحية يقوم يدور، لانه مش كيما انسان عنده جرح كامل. هذا بفضل سي بن عثمان وبفضل ناس اخرين وبفضل، لانه الاطباء نقول لك القسم نتاعنا الاطباء اللي عندنا من اكفأ الاطباء الحمد لله. انا تو الفريق اللي نخدم معاه معناتها حتى فيهم اللي حتى يفوتني في الكفاءة، معناتها ناس ما شاء الله عليهم في مجالات بيان سور، في حوايج اخرين نكون انا فيهم متفوق، لكن الحقيقة فريق ممتاز من امهر الجراحين اللي عندنا في القروان، ودونك فرصة نستغلوها في النخوة اللي موجودة في الكيب بتاع القروان باش نستغلوا هالقدرات. انا عندي كيما سي باسم ما تكون في فرنسا، من نطمحوا باش نعملوا جراحة لوبيزيتي اللي هي جراحة السمنة، لانه عندنا كل شيء لكن ينقصنا مثلا الامكانيات، ان شاء الله توفرهم لنا تستجيب الوزارة، وديجا طلبنا كون نكونوا يونيتي نتاع جراحة. علاش لا القروان تولي هي سنتر نتاع، ديجا نحبوا نعملوا يونيتي دو شيروجي جراحة المنظار نتاع لو بونكريا، شيروجي بيليو بونكرياتيك ايباتيك اي ميتابوليك نسميوها، اللي نتمناو كونوا تولي سنتر، لانه الماتريال بدا يولي عندنا، الكفاءات موجوده، مازال العمل واللي جاينا ان شاء الله خير. ونحن وانا نعرف دكتور فما هناك تصورات ومشاريع في ذهنك قاعده تدور توا، خاطر قاعده تدور فما برشا حاجات تحب تضيف لوحده الاغاربه بالقيروان، وبطبيعه الحال هذه يتم على مستوى المجتمع المدني، على مستوى لي بينوفول اللي قاعدين يعاونوا كما قلت منذ قليل، ان شاء الله يقووا في ميزان حسناتهم يوم القيامه، والفضل كله لله. تحدثنا عن عده جوانب، جوانب الطبيه، تحدثنا عن السيره الذاتيه نتاعك في صفاقس بطبيعه الحال، ثم حاليا في القيروان، وطموحاتك ايضا وتشجيعاتك، خاصه حتى يكون قسم وحده الاغاربه وخاصه الجراحه في وحده الاغاربه تكون يعني ذات مستوى رفيع جدا، ويضرب به الامثال كما قاعد تسعى في تحقيق عديد من النجاحات في هذا القسم به. نحن تحدثنا ايضا عن هذه الجوانب، مش ناخذ جانب اخر دكتور، نعرفوك ما شاء الله عندك يعني اهتمام بالجمعيات، وقت نقول الجمعيات واول جمعيه وانت من مؤسسيها هي جمعيه احباء فسقيه الاغالبه بالقيروان، اللي الحق يقال ليس مش نشكروك ولا ذموك، لكن هذه الجمعيه قاعد تخدم في خدمه كبيره، مش هكا دكتور؟ فوالا، هي الجمعيه هذيا كنت انا من المؤسسين، وبعد خرجت ونحكي لك كيفاش. هي جمعيه فسقيه الاغالبه الرياضه للجميع، كنت انا ومدام لميا الجيبسي نوجه لها تحيه رئيسه الجمعيه، نعم. واللي تو هي الرئيسه، والسيد الاستاذ خالد عياد صديقي، هذوما من مؤسسين الجمعيه. الجمعيه هذه انطلقت الفكره نتاعها هي في الاساس ممارسه رياضه المشي في مكان اللي هو ممتاز ياسر، المكان هذا هو فسقيه الاغالبه، في مسلك صحي بطبيعه الحال، في مسلك صحي هو تراث عالمي وبلاصة جميلة جدا، سورتو بعد حملات التنظيف اللي قامت بها كسوا أحباء الفسقية وإلا جمعية أحباء الفسقية وإلا جمعية متاع فسقية الأغالبة الرياضة للجميع، اللي بدأت بشوية بشوية، وكل الحملات هذيك خليت حتى الدولة، خليت حتى المسؤولين يهتموا أكثر بالفسقية، وقت تشوف تبدلت. أنا كي جيت 2008 مش باش نقول انا، ما نقولوا المجموعات والناس اللي ساهمت، الاف الناس اللي ساهمت كما الاحباء اللي كانوا يجتمعوا وهما كلهم شغف باش الفسقيه تتبدل، وكل يوم قاعده تتبدل فيها حاجه اللي نتمناه ان شاء الله. ودايور نعطيك حاجه، انا خدمت انا ونوجه له تحيه صديقي حسين المقدادي، خدمنا تصور منعش شفته ولا تصور بالترو دي خدمناه، شفته يعني. وتصور مزيان ياسر خدمناه، وكان حلم القيروان وقدمناه، حتى حاولنا وصلناه للسيد الوالي وقتها، وقللنا مش نوصلوه الرئيس الدولة، ولكن ما نعرفش وين وصل الموضوع هذا، وتمنينا كونه رئيس دولة يزور القيروان باش نعطيوه البروجي هذا، لأنه لو يصير البروجي هذا اللي هو فيه مسبح ومسرح ومكتبة والحقيقة خدمناه بتفاني، مولناه من جيبنا أنا وسي حسين،
وعملنا وفما شخص زاد بارك الله فيه هو اللي خدم زاد التروادية في صحة ومعناتها عملناها بكل حب باش نعم. باش نهار نشوفوا القيروان لانه تخيلها كي تشوف المنظر هذاك كيفاش تكون برك الأغالبة فيها حدائق زهور فيها ديتران فيها غازونات فيها مكتبة على شكل كتاب كانت مزيانة برشا تصور مزيان من الفنان حسين المقدادي وما بعضنا أيام وليالي أنا وياه وهو يعرف كنا نتلقاه في قهاوي ونحكيه ونحاول نوصل تصور مزيان لفسقية الأغالبة نعم. وكان فيها مسرح على شكل مسرح متاعه على شكل فسقية ومكتبة ومتحف ومنطقة زادة كيف متحف جميل على شكل مخطوط مخطوطات اللي معروفة بها القيروان وكان حلم كبير وما ثمش حتى واحد ما عدا يمكن فما انتقادات على الهندسة واحد ذيك تراجع ما هوش يعيب نعم. وداير هما فما ناس عملت هكا أفكار قبل في البلدية نشكرهم منهم رئيس البلدية سي القذامي الله يرحمه هذوما ناس هما اللي بداوا سي الأسعد الله يرحمه هما اللي بداوا الأفكار لكن احنا عملنا التصور هما مش معناتها احنا فكينا خدمة حد هما عملوا تصور معناتها شنو ينجم يجي في الفسقية لكن احنا عملنا تصور ملموس اللي هو 3D يتشاف بالفيديو نعم. هذاك خدمناه انا وسي حسين الفنان الكبير حسين المقدادي نوجه له تحيه. تحيه حسين المقدادي وهي من المشاريع الكبرى لفسقيه الاغالبه نعرف فسقيه الاغالبه تقريبا من 2017 تم وضع خطه للنهوض بهذه الفسقيه كمسرح وكذلك ايضا نعم. عده يعني باش تكون من الفسقيه خاصة دكتور سكان مدينة القيروان يقاوم متنفس يقاوم فضاء للعائلات إن شاء الله اليوم على كل فما تحسن فما بوادر فما بوادر تحسن نهيك التظاهرات الكل ولات تصير فوالا على غرار مثلا على غرار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وانت يا دكتور مش تحكينا على الجمعية الثانية اللي كنت عنظر فيها والأجواء بطبيعة الحال وسناء على مستوى عدد الناس اللي قاعد يتكاثر كان أقل من قبل كان أقل بطبيعة الحال خاطر أيام الدراسة التلامذة كل مهما شيء في وسط القراية احكينا على إذا أنت عضو في هذه الجمعية احكينا على جمعية الاحتفال بالجمعية المولد النبوي الشريف أما نقطة صغيرة كان تسمح في جمعية حسيت الغالبة هي كونه ممارسة الرياضة راهي حاجة رائعة وأنا كطبيب شجعت عليها اللي هي فيها برشا منافع على الصحة نعرفوها الناس كل داير فما مرة قدمت محاضرة ومر محاضرة حضروا فيها أطباء ومديرين جهويين معناتها على كيفية تكوين جمعية فسقية الغالبة ولاقت استحسان كبير وعملوا حركات رياضية تشجيعا للجمعية الفسقية الأغالبة الرياضة المجمعية. بالنسبة للجمعية الثانية هي جمعية المولد أنا عضو من جمعية المولد من 2017 والحقيقة معناتها شوف النتائج ظهر العمل معناتها من 2017-2016 العدد كان قبل 2013 و2010 كان ما يتجاوزش 200,000 فما ناس قبل خدمة وبعدها ناس أخرين وبعد جات الأعضاء هذوما بقيادة سي علي بن سعيد والحقيقة ثم تطور في عدد الزوار وصل حتى المليون زائر توا الناس اللي بدأت ترمي في الباكي على الجمعية شفت إذاعة دخلت عمناول على الخط اتصالات شركة اتصالات دخلت على الخط بدينا نعملوا في تمويل وبدينا نحسنوا في الموارد وان شاء الله اللي يجيو انا معناتها كان فما ناس قاعده ولا باش تمشي ليسونسير ومشي كونوا انسان يواصل في جمعيه راهو ساعات كيما جمعيه فسقيه الاغالبه راني كنت فيها عضو وبعد كاتب عام وبعد خرجت لكن تحط انت بصمه يجي غيرك يجي يحمل المشعل ياخذ المشعل ويواصل ماهوش لازم باش واحد يقعد افي كيما جمعيه المولد النبوي الشريف يكفي يكون واحد ساهم باللي نجم الحقيقة أنا كان دوري سورتو في العلاقة مع جمعية أحباء الشيخ علي نوري بصفاقس اللي هما كانوا يجيوا يعملوا كل خرجة صفاقسية كنت هذه كان ساهم بها حتى المجورات والمجورات المجورات سيدي معاش على الولي صالح فوالا مجورات جات من صفاقس عملت دورة مزيانة في وداير هو شنو هو تعريف بالقيروان والناس هذوما اللي جاوا باش يحكيوا عليهم وباش يحكيوا على القروان هذا هو الهدف
الهدف هو كونه إشعاع القيروان أكثر وأكثر، هي مشعة وهي ربيعة الثلاث، لكن تزيد ودايرك شفت أنت اهتمام معناتها وسيلة إعلامية معروفة اهتمامها الكبير وتعدي فيه وعملت برامج اون ديريكت من القيروان، هذايا مهم ياسر، ونأكد لك العام الجاي إذا كان مش يجي في ويكاند باش يكون العدد أكبر وأكبر. نعرف، وإن شاء الله نطمحوا دائما وأبدا في خير بالخير لولاية القيروان، وإن شاء الله القروان ديما يعني تكون مركز إشعاع حضاري ثقافي سياحي. توا مش نتعداو دكتور الجمعية الثالثة، الجمعية الثالثة وهي جمعية المسلمين، أعتبرها جمعية من الجمعيات الكبار في القروان. علاش أعتبرها جمعية الكبار؟ لأن المؤسسين نتاعها واللي يخدموا فيها توا سواء كان سي سمير الفجي أو الدكتور القلب سي حاليا هو رئيس الجمعية نتاعها، يعني فما تطور كبير، فما يعني نوعية كبيرة على مستوى الخدمات. وأنت كنت عضو أيضا في جمعية جمعية المسنين هكا ولا؟ ولا نوجه تحية لرئيس الجمعية سي رضا حسين، سي رضا حسين وجميع الأعضاء، سي خميس الكافي، سي الكل على كل حال، سي محمد علي، دونك الأعضاء الكل، سي محمد ليوان، الأعضاء الكل على كل حال اللي قاعدين يعملوا مجهود، لأنه الجمعية هذه الحاجة الباهية فيها فيها اللي هو المؤتمرات الطبية. نعم. لأنه المؤتمر الطبي شنو الهدف متاعه؟ أولا أنت شفت توا الناس الشريحة العمرية توا التوانسة ما عادش شباب الكل، توا نعم. الشريحة العمرية الكبيرة قاعدة تكون أكثر، ودو بلوز أون بلو عندنا دي سوجي أجي، لي سوجي أجي لازمهم عناية خاصة، لازم بريزون شارج خاصة، ولهذا أنا نقول ثم حتى سبيسياليتي لازمها تصير اللي هي جراحة المسن، بلوتو العناية الطبيب المسن اللي هي لازمها عناية خاصة، لأنه هو بدنه ماهوش كيف ما الإنسان الصغير، بدنه مختلف عن الإنسان الصغير، دونك لازمه طبيب يقرأ، وإلا تو في الوقت الحالي مادام مازال ما فماش اختصاص قاعدين نعملوا في هالدورات هذوما وهاللي كونغري كل عام. اللي سنة ان شاء الله باش نعملوا الدوره الثامنه للمؤتمر طب في هذا الاطار. تم مؤخرا بتبعي الحال مؤتمر طب الشيخوخه في احد الفضاءات الساحيه بالقيروان، ونقول للسادة المستمعين ان شاء الله كونغري الجاي مش تكون انت رئيس المؤتمر، نعطيه حاجه سكوب. اي بارك الله فيك دكتور خليل بن صالح، مش يكون رئيس المؤتمر للدوره المقبله. هو لولا خدمه لخيان قبل كيما السيده بحوله اللي كنت انا النائب نتاعها، تو هي النائبه نتاعي، وذاك هو تداوم على الرئاسه، رئاسه المؤتمر الثامن لطب الشيخوخه. والله يفرحوني يا جماعه بارك الله فيهم، انتخبوني انا، وان شاء الله يصير مزيد الاشعاع لجمعيه، لانه شوف فيها زادة بخلاف الكوتي التقني الطبي، هو تعليم الاطباء اليوم يجيو بعدد كبير، نوصل حتى ل 150 و200 طبيب اللي باش يتعلموا يقدموا معناتها انشطه نتاعهم، وشوفوا لي نوفوتي في طب الشيخوخه. زيد على ذلك نستدعيوا الناس اللي هما كبار شويه في السن، ويقع كيما الدائره المستديره اللي الحقيقه بينيفيك برشا وتعلم برشا ونخرجوا بها برشا حويج بهين. به الدكتور حابين ناخذ جانب اخر، جانب الاسري، جانب الدكتور خليل بن صالح الملقب في صفاقس باسكندر سويح. اسكندر سويح. نعرفك تحب النادي الرياضي الصفاقسي، شكون ما يحبش النادي الرياضي الصفاقسي؟ في كل انحاء الجمهوريه نادي الصفاقسي تبقى مدرسه عريقه وعريقه جدا، جابت العديد من الابطال، الله يرحمه محمد العقربي، محمد علي عقيد، وكذلك اسكندر سويح اللي في وقت من الاوقات وقت تكون تقوم بمقابلات شبهوك باسكندر سويح. شنو الحكايه دكتور فاهم؟ هي اون فيت احنا عندنا خالي يحب اسكندر سويح، واحنا العائله الكل نحبوا اسكندر سويح. شنو الميزه؟ كوني انا نحب الكوره ونكور، لكن تكنيك مو عندي مراوغات وعندي، لكن فيزيك مو ما يتبعش برشا. المشكله كوني انا نعمل تقنيات، وحتى كي نلعب الكوره يعيطوا لي اسكندر. معناتها الحقيقه نحب اسكندر برشا، كل ماتش كنت ندخل
الاسكندر الصويح لانه فنان فنان بعد العقربي عندنا اسكندر الصويح والتو الناس تتفكروا هذاك علاش كما قلت لك تكنيك مو عندي التكنيك لكن الفيزيك الحقيقه ما يتبعش بعضه دونك الجيل الذهبي تاع نادي الرياضي الصفاقسي شكون ما تبعش الجيل الذهبي تاع حمادي العقربي محمد علي عقيد مختار ذويب والعديده واسكندر الصويح والعديد في القيروان هي من المدارس العريقه شبيبه القيروان نادي الرياضي الصفاقسي هي تبقى من المدارس العريقه في تونس ونحن بطبيعه الحال اجبدنا على النادي الصفاقسي بما انك انت تحب النادي الرياضي الصفاقسي وانت ابن الصفاقسي دكتور بسرعه حبك ساعه تعطيني وعد ان الحصه هذه انتهت التوقيت كما قال لي سيد احمد الوقت انتهى لكن في مناسبه اخرى خاطر فما هناك كثير من الافكار والمشاريع مش تحب تعملهم وتحققهم في القيروان تعطيني وعد انك مش تكون ضيفنا في احد الحصص باذن الله بارك الله فيك وشرف كبير لي انا ويعطيك الصحه وشكرا لذات الحياه فيك نشكرك على قبولك الدعوه كما اشكر ايضا دكتور محمد ليوان اللي حق يقال قاعد يعاون فينا في هذه البرامج استدعاء الاطباء والاطباء والاتراك الطبي وشبه الطبيه كما اشكر ابني وزميلي احمد المخلوفي على مستوى الاخراج التقني والرقمي وهو زبير العياري يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.